نعم. طيب الآن هذه تقريبا يعني من المؤمل متى تحل هذه قضية حجاج الموصل؟ يعني من المؤمل خلال هذه اليومين أم ربما تطول؟ حقيقة هي لا يوما، إذا لم تحل في بعض هذه الأيام، لأنه المطار جدا سيغلق يوم السبت أو الأحد القادم، ولم تكن هناك مجال لتسجيل جوازات هذه الموصل. جميل. الأستاذ زاهد الخاتوني، عضو لجنة الهجرة والمراحلين النيابية النائب عن نينوى، وشكرا جزيلا لانضمامك لنا. شكرا أستاذ زاهد. شو أسولف لكم؟ الأستاذ الشيخ العارف بالله خالد العطية موزع الحصص مال حجاج الموصل على ربعة، وتارك الناس نايمة وجاية 11 يوم بالطريق، 11 يوم بالطريق زين، وتاركهم. بالله عليكم أي حكومة هذه؟ بالله عليكم أي دين يرضى؟ بالله عليكم، بالله عليك يا خالد العطية، أي عمامة لابسها أنت؟ عمامة رسول الله زين، مقاعد الحج، حتى اللي ماخذ المقعد والله حجتك ما مقبوله برقبتي، ما ارضى اصير مفتي، لا، بس انك تجي تاخذ او تسرق حصه حاج وتروح للحج، شلون ترضاها على نفسك؟ شلون ترضاها انت تروح بحصه مسروقه؟ شلون راح تقابل الله سبحانه وتعالى وتقول لبيك اللهم لبيك وانت سارق حصه حاج؟ شلون راح تقابل الله سبحانه وتعالى بيوم عرفات وتوقف تندعي وتريد الله يستجيبك وانت اصلا سارق حصة حاج وجاي بيها؟ بالله عليكم تضحكون على نفسكم؟ بالله عليكم لو تضحكون على 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 العالم على مود يسموك حجي؟ لا، ترى الاوراق كلها انكشفت، عفونا من هاي المواضيع. حجي و24 ساعة بالحج وكل سنة رايح للحج، وتجون تسرقون حصص حجاج وضعفاء 11 يوم قاطعين طريق ومخاطر وتعب وذلة على مود يروحون البيت الله سبحانه وتعالى، يجون يلقون حصصهم مسروقة؟ بالله عليكم أي شخص يرضاها هذه؟ بالله عليكم أي ضمير يرضاها هذه؟ أي إنسانية ترضاها هذه؟ فوقها تجي تموت ناس على المعابر، تجي تموت ناس، هذه أنعام الدباغ وغيرها اللي ماتوا، والله العظيم أن ذنبهم برقبتكم.